هينعرض للمزاد متجر مين محمد؟ بس وش الفرق محمد عنكم؟ كذا كذا راح ينعرض متجره 50% من اللي راح يشتري المتجر تكون محمد. احمد واذا بمتجر ما تقدر زايد عليه؟ ازايد عليه زايد نقاطي 7000 زايد. تبي متجر زايد هي مزايده الان كل المتاجر المزايده والاراضي كذلك. في ارضين الاراضي يا جماعه الخير عندكم اسلم وسيدخل برضو محمد المسردي صالة التميز بدون مبيعات. يعني الأسبوع هذا بعت أو ما بعت إن شاء الله داخلها بإذن الله تعالى. اللي هي يلا شباب كلكم بالمدرج اللي كنتم فيه. الآن المتاجر سحبت منكم كامل. الآن خلاص الآن نفتح المزاد من جديد. طيب الأراضي عندنا أرض 18 متر 9 متر جلسة هزاع جلسة القناة محل تجاري لبيه. خلاص الان انا راح افتح على المزاد. الباقي عندي 2600 على اللي باقي عندي. لا هذا كله رصيدك اللي تقدر تزايد فيه اليوم كله. استري استري انا راح اعلمكم الاليه كامله. شباب من عندكم الان عشان الوقت باقي عطرات عندي اجيبها. لا اجيبها عاد بعدين. هذا انتم مو الحان الان مو الان. طيب رصيد 2400 ايوه كم جاك الحين؟ هذا مع مبيعاتك مع رصيدك مع كلها. تقدر تستفسر من الاداره بعدها. 5000 كلها تقدر تستفسر. لا اللي انا عرضت انت كم جاك؟ خلاص هذا تقدر تزايد فيه. هذا اللي معي كله اللي معك ب 600. يلا استريحوا شباب اللي عليكم امر معاي بالله دقيقه. شباب عندكم ارض 18 متر وارض 9 متر وجلسه هزاع برضو معروضه للمزايده وجلسه القناه ومحل تجاري كلها معروضه للمزاد. وعلى جميع شخص فتح المتاجر او المحلات يا جماعه اليوم يتم تسليم الرخص كامله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم شباب نفتح اول مزاد عندنا. خلوكم معانا تراني بغى ناخذ على السريع بسبب تاخر الفقره. اول هزراف للعطور بسم الله الرحمن الرحيم 200 هزراف للعطور. هزراف اليوم ركدت ما في 5000 زي اول يوم ها؟ اليوم تحسن. هزراف للعطور عندنا كم؟ 400 600 800 1000 دقيقة 1000 وصل عندك دقيقة شباب. كل شخص يحسب نقاطه اللي زايد ونكتشف نقاطه أقل ترى يطلع برا المزاد ولا ياخذ ولا متجر. 1000 1200 ها 1200 صح؟ 1000 كم؟ 200 تقدر 1200 1004 1006 1008 2000 2000 2000 2200 2200 2004 2004 6 2006 2008 2008 3000 3000 4 3200 3200 3200 ألف مبروك عليك. تعال استمر تعال 3000 حط الشهر 3200 هزراف للعطور مين؟ تستاهل 3200 راح لك المتجر 3200 ألف مبروك. تدري كم باقي لك نقطة؟ حاسبها واضح. كم؟ 32 نقطة 28 نقطة 28 نقطة يا عالحة. طيب شباب يلا بسم الله الرحمن الرحيم.